انت توصل للسم لمحمد حازم على صدره. ثمان يردات وحطها فوق في العرضة. هذه اول فرصة النهاردة شفناها اخر مغرب. هي اللي وصلت النهاردة نلعب على المركز الثاني. لا ضعيفة. شفت حسام كمان بغطي ازاي برافع حسام. بلعبها على الجنب عشان محاش. اهو. وادي شوي غريب بيطلعها برا الملعب. الثانية. كم ده? في حازم وتقع. بيتابعها محمد عمر. طلعها برا. واللاعب التاني بيقع في الارض. تبقى كورنر. ادي ايلو. بالقصد صلاحها على اليمين. وماشي على اليمين مرة تانية. هنا كنت متوقع انه حشوت رجعها على الشمال. رجل شمال مع الخط انما فوق. هو بيشوت برجله اليمين احسن واقرب من تحت. وترجع له تاني. حظ سيء لعماد. هنشوفها تاني. هتوصل الكرة لعماد. يلف وبيشوط. وادي ريكار عدت. تضرب في القايم وترجع له. باخت كويس جدا لريكار والفرنسا. فرصة يمكن نندم عليها. لانه كان نفسه يجيب جول. حاجة زي هنشوفها مرة تانية. ادي اول فرصة. هتوصل لعماد سليمان. عماد سليمان اهو بياخدها. وبيشوطها تخبط في رجل الشمال اللعيب رقم 14 وترجع تاني. تعالى الواحد. توصل تاني. لطارق يحيى بيلعبها عالية. ثلاث مرات. عماد سليمان على طول على الشمال تفوت بالريكارد اما بره القايم الشمال بيرجع يا دوبك بره الملعب. شوي يشوف ظهره. فنان الثمانية ده شوي غريب. يبص للكور. تاني بيقع في الارض. قبل ما يخش منطقة كانت يوقفها تفوت منه من بين رجليه. ياخدها شوي متجه ناحية الشمال على رجله الشمال. 14 انت بيلعبها عالية فوق الارض في السما. لو عدينا الفرص اللي فاتت احنا جبتها 4-5. شوي يبص للارض محمد حازم بيرجع بظهره بيشوطها فوق العارضة والقايم بيردتين وهو راجع عشان يحتل مكانه تاني. وادي عادل عبد الواحد 12 انت على رجله الشمال يلعبها بره الملعب. بره القايم الشمال بيردة واحدة. شوفها مرة تالتة مع بعض. شاد بره القايم الشمال. الجول عالية. حارس المرمى فعلا طلعها بايده. هنشوف دلوقتي ضربة ركنية ولا ضربة مرمى. بتفوت فوق الزاوية الشمال يا دوبك.